نواقض الإسلام كثيرة. قد يكون الإنسان مسلماً صحيح الإسلام، مؤمناً صادقاً، لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وهي كثيرة. نواقض الإسلام كثيرة، يجمعها أربعة أنواع، أربعة: القول والفعل والاعتقاد والشك. قول كلمة الكفر، إذا قال كلمة الكفر يكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر بعد إسلامه، كان يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات، يكفر بذلك لأنه دعا غير الله، أو يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين أو بالكتاب أو بالسنة، سخرية واستهزاء. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، شوف كلام يقولون في مجلسه، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فالذي يستهزي بالسنة أو بالقرآن يكفر ولو كان مازحا ما لم يكن مكرها. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما من قال هذا مختارا بغير إكراه فإنه يكفر بالاستهزاء بالقرآن أو بالسنة، يكفر بذلك ولو كان مازحا. ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف كانوا مؤمنين في الأول، لما حصل منهم ما حصل كفروا بعد إيمانهم، مع أن الذي تكلم منهم واحد، لكنهم لم ينكروا عليه، لم ينكروا عليه إلا واحد قام وأنكر عليه، وأما البقية فهم ساكتون لم ينكروا عليه، فحكم الله بكفرهم جميعا والعياذ بالله، المتكلم والساكت الذي لم ينكر. الأمر في هذا خطير جدا. أو الاعتقاد، القول أو الفعل، الفعل كان يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد لغير الله، يسجد للقبر للضريح، هذا فعل، كفر بالفعل. أو الاعتقاد بالقلب، كان يعتقد صحة الكفر، صحة ما عليه الكفار، وأنهم أهل تقدم وأهل حضارة، وما حصلوا على هذا إلا لأن عندهم عقليات وعندهم والعياذ بالله. والمسلمين ما تأخروا إلا بسبب الدين، بسبب الإيمان تأخروا. فإذا اعتقد هذا ولو لم ينطق ولو لم يتكلم فإنه يكفر والعياذ بالله. أو شك، ما اعتقد ولكن شك في القرآن، هل هو صحيح أو ما هو صحيح، هل هذه الآية صحيحة أو ما هي بصحيح، هل هذا الحديث عن الرسول هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، فهذا يكفر والعياذ بالله، مجرد الشك يكفر. هذه أصول الردة: قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. ثم ينشأ عن هذه الأربعة أنواعا من نواقض الإسلام كثيرة. نعم، فالقرآن كله حق وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع يغير، لكن من حاول فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، ولن يغير القرآن أبدا لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، ما أحد يستطيع يزيد به حرف أو ينقص منه حرف، لأن الله حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن كون الله حفظ القرآن لا يمنع أن أحدا يكفر بسبب تلاعبه بالقرآن، وإرادة يزيد فيها وينقص أو يدخل عليه أشياء يكفر بذلك، والقرآن محفوظ ما يتغير. نعم. أو ينكر شيء من القرآن، يقول هذا ما يصلح لها العصر، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا زمان مضى ولا يصلح الحضارة اليوم، يعني القرآن والسنة إنما هي لعصر مضى وعصور مضت ولا تصلح لنا اليوم،
هذا يكفر والعياذ بالله. وكثير من يقولون هذا، كثير من يقولون أن أحكام الشريعة ما تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق على هذا الزمان، هذا كفر، كفر صريح. نعم. إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره ويقال هذا ما يصلح، ولو يقولون ولو صح عن الرسول وما يصلح لهذا الوقت.